أبدأ بالتطور اللافت وهو في برقة شمال غرب نابلس، حيث داهمت فجر هذا اليوم وحدات خاصة إسرائيلية البلدة وشنت حملة اعتقالات. من بين المعتقلين الأربعة كان هنالك الشاب منتصر سيف، كان قد أصيب خلال محاولة الهرب من محيط المنطقة التي كان يتواجد بها، واعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابا بعد أن عاث خرابا في إحدى المنازل التي كان يتواجد بها، ودمر كل شيء وفجر مركبة فلسطينية داخل البلدة دون إبداء لأي أسباب أو ذرائع لعملية التفجير هذه. قبل قليل أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الأسير المعتقل المصاب وهو أسير محرر سابقا منتصر سيف بعد أن أصيب فجر هذا اليوم. منتصر سيف أسير محرر كان قد أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 17 عاما وأفرج عنه في 17 من شباط العام الجاري، وذلك يرفع عدد الشهداء في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 187 شهيدا. عمليات المداهمة والاعتقال تركزت في مدينة طوباس، حيث داهمت قوة عسكرية إسرائيلية معززة بجرافة مدينة طوباس وقامت بتدمير مجدد لتقاطع المرور دوار الأحمدين جنوبي المدينة بتدمير هذا التقاطع المروري، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة واستهدافات بعبوات ناسفة دون طبعا تسجيل اعتقالات. أبلغت وزارة في المدينة عن إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال حملة المداهمة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس. في مدينة طول كرم هي الأخرى شهدت اقتحاما لقوات الاحتلال الإسرائيلي تركز باتجاه وسط المدينة وبعض الأحياء، حيث داهمت القوات الإسرائيلية منازل لأسرى محررين واعتقلت شابين، بالإضافة إلى أن عملية المداهمات والاعتقال طالت مناطق في الخليل ورام الله وكذلك أيضا مخيم شعفاط وكذلك أيضا قلنديا وبلعين، حيث قال أفاد نادي الأسير الفلسطيني قبل قليل باعتقال نحو 30 فلسطينيا، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى نحو 2500 معتقل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في غضون ذلك حالة من الإضراب العام والشامل هي سيدة الموقف هنا في مدينة جنين بعد استشهاد الشاب أو برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة البارحة خلال اقتحام استهدف لتدمير مزيد من البنى التحتية في المدينة وتحديدا على الأطراف الشمالية الغربية من مخيم جنين. من المتوقع أنه خلال الساعة القادمة تبدأ مراسم تشييع الشاب أمير قرعاوي انطلاقا من مستشفى جنين الحكومي وصولا إلى وسط المدينة ولاحقا لأداء صلاة الجنازة والصلاة عليه في المقبرة الغربية على المدخل الغربي لمخيم جنين. حالة من الغليان والتوتر تشهدها المنطقة سيما في ظل استمرار هذه المداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاقتحامات المتكررة والشبه يومية. وأنا أتحدث إليك تم أنباء أولية عن اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية لبلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس في هذه اللحظات، يعني قد تكون عملية الاقتحام هذه ساخنة في منطقة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس. حول تفاصيل استشهاد الشاب يعني منتصر سيف الأسير المحرر الذي اعتقله جيش الاحتلال صباح هذا اليوم مصابا، لا حديث حتى اللحظة عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمانه لعائلته، وبالتالي يبقى الجثمان محتجزا طبيعة الحال العائلة المسؤولية كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقاله، بل وتتهم الاحتلال الإسرائيلي بأن ما حدث هو قتلا متعمدا للأسير، سيما وأنه أصيب ونقل مصابا ضمن إجراءات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة وحدات خاصة إسرائيلية. نعم خالد، ونحن معك نعرض لقطات قبل قليل لما حدث في طوباس، وهو ما يستدعي السؤال حول الاشتباكات التي حدثت. يعني بالتأكيد لم تكن حملة القوات أو الآليات الإسرائيلية سهلة، حيث واجهت عددا من الاشتباكات كما أفدتنا في الخبر. تفاصيل هذه الاشتباكات وما تمخض عنها.
نعم بالفعل الاقتحامات الليلة الماضية كانت ساخنة من طوباس إلى تول كرم، يعني كان توتر كبير واشتباكات مسلحة عنيفة، حيث تمكن المقاومون الفلسطينيون من استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية. بها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في تول كرم أو حتى في مدينة طوباس، بالإضافة إلى تفجير عدد من العبوات الناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية. وبطبيعة الحال هذا هو المشهد، بمعنى أن الضفة الغربية ليست نزهة للاقتحامات المتكررة في مناطق الضفة الغربية، في ظل المشهد اليومي لمثل عمليات الاقتحام هذه، وربما تزامن أيضا مع نشر كتائب القسام لبعض مقاطع الفيديو المصورة ليلة البارحة لتنفيذ العملية في الثاني من نوفمبر الشهر الجاري شرق مدينة تول كرم. وعقب ذلك الفيديو تبني جزء من كبير من عمليات التصنيع التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وتستهدف طبعا استهدافات الآليات العسكرية أثناء الاقتحام. يعني عشرات العبوات الناسفة ليلة البارحة استهدفت الجيبات العسكرية الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة طوباس، بالإضافة إلى مدينة. نعم خالد، شكرا جزيلا لك خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من جنين.